نواصل الحديث عن الحملة الإغاثية لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في الهيئة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، ما تفاصيل الحملة الإغاثية التي تعتبر الثانية في هذا الشهر بمخيم ديبجا والتي نظمتها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى؟ كما تعلمون، يعني ضمن الحملات التي يقوم بها القسم الإغاثي في الهيئة في شهر رمضان المبارك، حيث وزع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى السلات الغذائية على العائلات النازحة في مخيم ديبجة، وشمل التوزيع 650 عائلة نازحة. وحقيقة جاءت هذه الحملة استكمال الحملة السابقة في نفس المخيم، حيث وزع القسم وبالتعاون مع المنظمة 1300 سلة غذائية في الأسبوع الماضي. بالمناسبة فإن هذه الحملة هي الحملة الثامنة في الموسم الرمضاني لهذا العام 1440-2019 ميلادية. فقد أنجز القسم ثماني حملات شملت مخيمات النازحين في مدينة الأنبار وديالى والموصل، وزع خلالها حوالي 7500 سلة غذائية، وأيضا وزع المنح المالية على 850 أرملة ويتيم وعائلة متعففة. وهنا لابد الإشارة أنه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فإن القسم قد يعني أنجز ما وعد به قبل شهر رمضان من تلبية أغلب النداءات والاستغاثات التي جاءته من قبل إدارة المخيمات وكذلك العائلات النازحة. وهنا لابد أن نتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة للهيئة وخاصة الأمين العام الذي دعم هذه الحملات وكان يعني شخصيا يباشر هذه الحملات، وكذلك الشكر موصول إلى كادر القسم الإغاثي وإلى منظمة أم القرى وإلى الأخوة في العاملين في فروع الهيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل ويسجل في صحائف أعمالهم إن شاء الله. دكتور أحمد، كيف تلقى أهالي مخيم ديبجا هذه الحملة، خاصة كما أشرتم بعد عودتكم بعد أسبوع لتوزيع المساعدات التي شملت المخيم كله بكل العائلات النازحة المتواجدة فيه؟ يعني من خصائص وصفات القسم الإغاثي منظمة أم القرى أنها توفي بما تعد به، لأن المخيم كبير وتقريبا 2000 عائلة يحتوي يقطن هذا المخيم. فإحنا وعدنا العوائل أنه إن شاء الله سنستكمل يعني عدد العائلات اللي المتبقية، وهذا ما يتم في كل المخيمات التي نزورها. يعني حقيقة إدارة المخيمات يعني يتلقون يعني بالراحة والقبول إذا جاء القسم الإغاثي أو منظمة أم القرى في توزيع السلات الغذائية، لأنه يشمل كافة العائلات الموجودة في تلك المخيمات. فالحمد لله العوائل يعني تقدمت بالشكر والتقدير والامتنان للهيئة ولمنظمة أم القرى على هذه المبادرة الطيبة الكريمة في شهر رمضان المبارك، ويعني في أجواء حر صيف لاهب. فالمنظمة والهيئة تأتي من أماكن بعيدة لتلبية هذه النداءات والاستغاثات وتهيئة السلة الرمضانية للعائلة النازحة. ويعني إدارة المخيمات كذلك تقدمت بالشكر والتقدير إلى المنظمة وإلى الهيئة. نعم، في هذا الصدد وبالحديث عن تحدي المسافات البعيدة وتحديدا مخيم ديبجا وباقي المخيمات البعيدة نسبيا، ما هي المشاريع المستقبلية للقسم الإغاثي بعد شهر رمضان المبارك سواء في هذا المخيم أو غيره؟ يعني كما تعلمين أختي الفاضلة أنه في السنوات الأخيرة خاصة في السنتين الأخيرتين عزفت معظم المنظمات الإغاثية والمؤسسات الإنسانية المحلية والخارجية عن تقديم ومد يد العون لهذه العائلات النازحة، وخصوصا المخيمات البعيدة التي يعني من الصعوبة بمكان أن تصل إليها هذه المؤسسات. لكن الهيئة، القسم الإغاثي في الهيئة الحمد لله وبالتعاون مع المنظمة استطاعت أن تصل إلى هذه المخيمات
وتلبي احتياجات العائلات النازحة قدر الإمكان. يعني احنا قبل رمضان ان شاء الله يعني بشرنا العائلات ان احنا عندنا مشروع إغاثي متكامل ان شاء الله، نحاول ان نسد تقريبا معظم المخيمات الموجودة، والحمد لله يعني قدر المستطاع انه انجزنا هذه الحملات. ان شاء الله الهيئة مستمرة ومستمرة خاصة القسم الإغاثي في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وكذلك الصحية والتربوية على العائلات النازحة وكذلك العائلات الموجودة في المدن المدمرة جراء العمليات العسكرية. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم. كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.